النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. بنك الاتحاد، شكل مستقبلك. المناصير للزيوت والمحروقات. شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن. ليدرز سنتر. كريم هايبر ماركت، المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري. متابعينا الكرام في الأردن، أسعد الله وأوقاتكم بكل الخير. إليكم نشرة الأحوال الجوية الرئيسية لهذا اليوم، سنبدأها بهذا الملخص السريع للأحوال الجوية في الأيام القليلة القادمة. إذن بقاء درجات الحرارة أعلى من المعدلات بشكل واضح في أغلب المناطق. معدل درجات الحرارة الآن في العاصمة عمان تقريبا هو حوالي 23 إلى 24 درجة مئوية، ودرجات الحرارة تفوق ذلك بكثير وتلامس حاجز 30 درجة مئوية. الطقس طبعا هو مناسب للجلوس في الجلسات الخارجية في شرفات المنازل خلال هذه الأحوال الجوية، وأيضا هناك المزيد من الارتفاع على درجات الحرارة متوقع اعتبارا وخاصة من بعد يوم الثلاثاء بمشيئة الله تعالى. هذا ما تشير إليه طبعا خرائط توقعات درجات الحرارة والكتل الهوائية، هذه الألوان الحمراء تشير على أن درجات الحرارة أو أن المملكة تحت تأثير كتلة هوائية ذات درجات حرارة مرتفعة قادمة من شبه الجزيرة العربية. نلاحظ أنه اعتبارا من يوم الاثنين هناك المزيد من الارتفاع درجات الحرارة. هذه الألوان الداكنة تنوم على وجود تدفق لتيارات هوائية حارة باتجاه المملكة، ستبدأ اعتبارا من يوم الثلاثاء، وبالتالي سنلاحظ وجود ارتفاع لافت على درجات الحرارة. بالعودة إلى الأحوال الجوية، نتوقع هذه الليلة الأجواء هذه الليلة مناسبة للسحور في الخارج، ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة 19 درجة مئوية. قد تميل الأجواء قليلا للبرودة فوق المرتفعات الجبلية بسبب نشاط الرياح. غدا الأحد يتوقع أن يسود طقس بشكل عام ربيعي دافئ في أغلب المناطق، مائل للحرارة في ساعات الظهيرة والعصر، لكنه يكون حارا بشكل واضح في مناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة. في تلك المناطق الطقس سيكون حار بشكل عام، تظهر بعض السحب والغيوم بمشيئة الله تعالى. وقت الإفطار تكون درجة الحرارة حوالي تقريبا 28 درجة مئوية، وبالتالي لمن أراد السحور في شرفات المنزل في الخارج فالأجواء جدا مناسبة وممتازة بهذه الأحوال الجوية السائدة في المملكة. الطقس المتوقع خلال الثلاثة أيام القادمة أيضا غدا الأحد 28 درجة مئوية درجة الحرارة العظمى في العاصمة عمان، الصغرى 20 درجة مئوية، 30 درجة مئوية يوم الاثنين والصغرى 20، لكن نلاحظ أن المزيد من ارتفاع درجات الحرارة يوم الثلاثاء تصل إلى 32 درجة مئوية في ساعات النهار، والصغرى 23 درجة مئوية. الطقس يصبح مرة أخرى حارا نسبيا، وتظهر كميات من السحب المتوسطة والعالية بشكل عام. دعونا الآن نتعرف على درجات الحرارة العظمى المتوقعة يوم الأحد والصغرى ليلة الأحد على الاثنين. نبدأها من الشمال في إربد 30 إلى 20، عجلون 28 إلى 20، في جرش 31 إلى 21، وفي المفرق من 31 إلى 19 درجة مئوية. المناطق الوسطى في العاصمة عمان 28 إلى 20، في الصلت 29 إلى 20، في مأدبة حوالي 29 إلى 21، في البحر الميت 35 إلى 28 درجة مئوية، وفي الزرقاء من 31 إلى 21 درجة مئوية. جنوبا تكون في الكرك حوالي 28 والصغرى 21، في الطفيلة 28 إلى 20، في معان 29 إلى 18، في جبال الشرى من 25 إلى 17، ترتفع في خليج العقبة إلى 38 درجة مئوية في ساعات النهار والصغرى ليلا 27 درجة مئوية، والأجواء حارة في تلك المناطق. في شرق المملكة تكون الأجواء مغبرة ونشاط لافت في سرعة الرياح، تكون العظمى 33 إلى 19 في أرويشد، 34 إلى 20 في الصفاوي، وكذلك الأمر في الأزرق 34 إلى 20 درجة مئوية. إذن هذا كان كل ما لدينا بشأن الأحوال الجوية في المملكة. دمتم دائما بخير ومحبة، وتقبل الله صيامكم وطاعاتكم. إلى اللقاء. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. بنك الاتحاد، شكل مستقبلك. المناصير للزيوت والمحروقات. شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن. ليدرز سنتر. كريم هايبر ماركت، المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري.